أهلا فيكم من جديد. بعد النجاح الكبير اللي حققه موسم صيف السعودية تنفس، هيئة السياحة تعلن عن بداية موسم شتاء السعودية، الشتاء حولك، اللي يتميز بإعلان استمرار الشراكة مع القطاع الخاص، والدليل مشاركة أكثر من 200 منشأة في تقديم تجربة سياحية مثالية. حنتكلم أكثر عن هذه الشراكة مع ضيفتنا أبرار، مستشارة مالية وأحد المستثمرين في القطاع السياحي الخاص ومؤسسة مغامرات وهوايات لتنظيم الرحلات السياحية. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح النور، يا هلا وسهلا، كيف حالك؟ والله الحمد لله، صراحة متحمسين كثير، تحمست كثير على هذا الخبر انه حيكون في موسم الشتاء، خاصة انه يمكن انقطعت الايفنتس فترة بسبب كورونا، لكن نقول مبروك انه حترجع اكيد. وبصفتك مستثمرة في القطاع السياحي، ايش مثل موسم الشتاء السعودية حيقدم لك؟ طيب، أول شيء شكرا على الاستضافة. ثاني شيء حقيقي كلنا متحمسين. الشتاء في السعودية مختلف تماما، لأنه يتميز بمناخ مختلف بين شتى المناطق. فمثلا في جدة حيكون الجو معتدل، 23 درجة الحرارة which is great. في الشمال، الحدود الشمالية حيكون في تساقط للجليد، ف it's another opportunity إنه الواحد يغير جو. اختلاف المناخ بطريقة رائعة، اختلاف المناطق من بين جبال للبحر الأحمر للخليج العربي للصحاري للكشتات، فأجواء جدا جميلة راح تستمر من ديسمبر إلى مارس. هذا بخصوص الشتاء. بخصوص الدعم والحماس والاستثمار في القطاع السياحي، في الحقيقة هيئة السياحة يعني وفرت لنا كل السبل، أقدر أقول لك كل السبل أنه إحنا ننجح، وإن شاء الله رح ننجح في هذا المجال. ما تتخيلي الدعم اللي إحنا قاعدين نحصل عليه، ما تتخيلي الحماس والتواصل المستمر طول الفترة لإنجاح الموسم. روح السعودية، الموقع المعتمد من هيئة السياحة، تقدر تدخلي فيه وتشوفي أكثر من 300 تجربة سياحية في مختلف مناطق المملكة، بحيث أنه الكل يقدر يعيش التجارب والكل يقدر يستمتع بالشتاء من أي منطقة، مو لازم يسافر من مكان لمكان. روعة صراحة. قاعدين نشوف الفيديو، كثير الفيديو يحمس، وزي ما ذكرت أنه في كل أنواع الأجواء، يعني الفور سيزنز موجودة كلها في المملكة. وصراحة أبرار يعني قاعدة أشوف كثير شباب حتى خلال السوشيال ميديا انه صاروا يحبوا يسووا هذه الشركات الصغيره اللي فيها اكتيفيتيز، اللي بيسوي البر، اللي بيسوي تسلق، اللي بيسوي سكاي دايفنج، بس يعني ممكن سكاي دايفنج. فبقول انه اكيد في فرص استثماريه كثير للقطاع الخاص، خبرينا عنها اكثر. طيب، من ناحية الفرص الاستثمارية حقيقة الفرص الاستثمارية متاحة للجميع، بحيث أنه من الشركات الكبيرة إلى الأفراد والأسر المنتجة. زي ما تفضلتي وقلتي، الشباب حتى دحين فترة إجازات بعد انتهاء الفصل الأول يقدروا هم بنفسهم يبدأوا يستثمروا في هذا القطاع، في القطاع السياحي، مو منحصر على فئات معينة أو درجات معينة، كمان مو مختص بفئات عمرية أو باختصاصات. يعني أنا مثلا مجالي مالي، لكن حبيت أني أكون أحد مستثمري القطاع السياحي. فالفرص متاحة للجميع. زي ما أنت عارفة 44 دولة في العالم معتمدة اعتماد كلي في التوظيف على القطاع السياحي بشكل كبير. ف 330 مليون وظيفة يوفرها القطاع السياحي حوالين العالم. فتخيلي حجم النشاط الاقتصادي اللي يحصل بسبب القطاع السياحي. روعة. لأنه في مختلف المجالات. زي ما قلتي هذه فرصة يعني لكل الناس، يعني ما هي محصورة على أحد، وخاصة الشباب. يعني أنا كثير أشجع الشباب، حتى اللي عنده مواهب في البيت، حتى اللي مثلا عندها مواهب طبخ، تسوي أي شيء بس إنها هي تشارك وتتعلم البزنس. لو تقولين لنا أكثر إيش المنتجات المقدمة حاليا في موسم الشتاء، وكيف دحين للسياح الموجودين في السعودية كيف يقدروا يشوفوا كل تفاصيلها؟ طيب، بالنسبة للسياح اللي موجودين في السعودية واللي من ضيوفنا من مجلس التعاون الخليجي، وهم أهلنا طبعاً، مو ضيوفنا، هم أهل البيت، فيقدروا يطلعوا على كل التفاصيل من موقع روح السعودية في الباكيجات والتجارب كلها متوفرة. خليني أكلمك عن التجارب المختلفة. يعني عندنا في جدة، لأنه الطقس مرة حلو وما هو بارد، بالعكس مناسب، تقدروا تعملوا تورز، تفرجوا على المناطق التاريخية، تروحوا البر، البحر،
البحر طبعاً. الغوص الغوص انا بجد يعني اكيد اعرف كل شيء موجود طبعا بس يو ويل بي سربرايز لانه جده كل مره تكتشفي فيها مكان جديد انا شايفه انا شايفه طبعا طبعا كل ما اتجهتي للشمال الجو كمان يبرد كل ما اتجهتي للوسط عندك رياض دحين تحفة طبعا الرياض يعني شيخة الشتاء فالكشتة تأمل النجوم عندنا الأكتيفيتيز مختلفة تماما بين هايكينج دايفينج زي ما قلتي بين أنه نحن نمشي في الصحراء ونستمتع والتأمل واليوغا وكل الأنشطة اللي فيها تأملات التصوير كمان نشاط مرة حلو يتعمل يعني خصوصا أنه في الأجواء هذه السماء تكون صافية فتقدر تشوف النجوم بطريقة مو طبيعية عندنا الوعبة اللي دائما لازم نروحها أكيد أنها الوعبة هذه فوهة بركانية جميلة جدا مختلف يعني مختلفة التضاريس والجمال مو طبيعي فيها عندنا قمة العالم الهايكينج فيها كمان مختلف عندنا حائل والأماكن المناطق والله أبها أنا نفسي أشوفها كمان يا أبرار الله على أبها والله الخط العسيري والجمال والفنون والجبل الأخضر أصلاً فكرة إنه أنا يعني فوق الجبل وقاعدة أشوف السحب تحتي يعني هذا لحاله منظر ما يتفوت صحيح وعندك تبوك ترى تبوك غنية بالأماكن الرهيبة يعني الديسة نيوم كل هذه المناطق في تبوك وجمالها كمان طبعا منطقة المدينة المنورة فيها العلا العلا يعني لا حقيقي سحر سحر يعني يعجز عن وصف اللسان حقيقي أنا مغرمة زي ما يقولوا دائما بالجمال السعودي فيعني ممكن نجلس أنا وياكي اليوم كله أنا أوصف لك الأنشطة المتنوعة أكيد أكيد أنشطة ما يعني ما تخلص وأنت يمكن ذكرت حتى إنه فكرة إنه الناس تصور يعني أنا أشوف دائما على السوشيال ميديا الناس تروح تخيم في الصحراء بس عشان تصور أو تلقط صور حلوة عمرك سمعت عن فيلم حد الطاري أبرار؟ لا حقيقي لا بس لازم أتفرج عليه definitely هو لسه ما نزل لكن أخذ جوائز حنتكلم عنه بعد شوية هو فيلم سعودي نشكرك أبرار إحنا حنشوفك بعد شوية